السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا ان شاء الله في فيديو رقم 3 من سلسلة شروحات الجيت. هنتكلم عن الجيت كوميت. الجيت كوميت تعتبر من اهم ومن اشهر الاوامر اللي موجودة في الجيت، اللي هي ازاي ان انت تفيريفاي التعديلات بتاعتك على الريموت ريبوزيتوري تبقى جاهزة، قصدي على اللوكال ريبوزيتوري تبقى جاهزة ان هي تعمل لها بوش على الريموت ريبوزيتوري. تمام؟ في الدرس اللي فات احنا عملنا شفنا العلاقة ما بين الوركينج كوبي والستيج او الاندكس، ازاي ان انت تنقل من الوركينج كوبي للاندكس ومن الاندكس للوركينج كوبي. تمام؟ لو جيت بقى انا اهوت قلت له سي تي ماي نيو ريبوزيتوري، قلت له ال اس، قال لي في ملفين تيست 2 بي اتش بي وتيست دوت بي اتش بي، وقلت له جيت لوج، قال لي ان في كوميت واحد بس اتعمل اسمه فيرست كوميت والوقت بتاعه والاوثر والكوميت اي دي. تمام؟ لو جيت انا بقى جيت انا اهوت قلت له نانو test dot test 2 dot php. تمام؟ وجيت ان هو عملت اي تعديلات، قلت له echo new test. تمام؟ control x yes. بعد كده قلت له get add dot get status. تمام؟ بعد كده get كوميت. تمام؟ او مش لازم جيت كوميت. انا دلوقتي كده اهوت بقى عملت ستيجنج لي، لو قلت له جيت ستيتس جيت ستيتس. تمام؟ انا كده قلت له ان في ملف جديد اتضاف اسمه تيست 2.php عشان هو ما كانش متضاف في الستيجنج اريا. تمام؟ فكده في ملفين اسمه تيست 2 اند تيست 1. ملف التيست دوت مش موجود في الايه؟ مش موجود في الستيجنج اريا، موجود فين؟ موجود في الكوميت اللي هو فيرست كوميت. طيب انا دلوقتي ضفت تعديلات في ملف تيست 2، طيب تعالى برضه نضيف تعديلات في ملف التيست دوت بي اتش بي. تمام؟ قلت له اي تعديلات اتضافت كنترول اكس يس. تمام؟ بعد كده قلت له جيت اد دوت، وقلت له بقى جيت ستيتس، قال لي في ملفين اتضافوا، واحد اسمه تيست دوت بي اتش بي اتعملوا موديفايد، ونيو فايل اسمه تيست 2 دوت بي اتش بي. تمام؟ طيب انا دلوقتي بقى كروت عرفنا ازاي ان انت ترجع من الستيجنج للوركينج كوبي، في نفس الوقت من الوركينج كوبي للستيجنج. طب هو بقى مش عايزين نرجع من الوركينج كوبي للستيجنج، لا عايزين نرجع من الكوميت، بحيث ان احنا لو عملنا تعديلات في ملفات كتيره وعايزين نرجع لاخر نسخه ستيبل معمول لها فيريفايد. معمول لها فيريفايد دي يعني ايه؟ يعني اتعمل لها كوميت، فانا عايز ارجع لكوميت معين، مش عايز ارجع لمحط الستيجنج، لا انا عايز ارجع لايه؟ لمحط الكوميت زي ما شفنا هنا اهو. تمام؟ انا كروت دلوقتي عملت كوميت، فانا مش عايز ارجع من هنا اهو من الوركينج كوبي، قصدي من الاندكس للوركينج كوبي. انا دلوقتي عملت كود ان هو طلع غلط، والفيديو اللي فات شفنا ازاي ترجع من هنا لهنا، لكن انا مش عايز ارجع الخطوه دي، لا انا عايز ارجع من كوميت هنا اهوت للوركينج كوبي. دي اعملها ازاي بقى؟ تمام؟ اجي هنا اهوت. طيب اول في الاول جيت لوج، شوف ايه هي الكوميتس اللي معموله، لقيت ان هو بس في حاجه اسمها فيرست كوميت، دي اللي موجوده بس. تمام؟ اقدر اقول له جيت ريسيت hard يعني قاعد العفو. head is now at الرقم اللي الهيد اللي موجود او رقم الكوميت اللي موجود. تمام؟ ال id بتاعها. طيب first commit، لو جيت بقى قلت له ان هو نانو تيست دوت بي اتش بي، مفيش التعديلات الايه؟ الكتيره اللي انا عملتها control x. في نفس الوقت لو قلت له ال s، الملف الثاني اللي ما كانش موجود في first commit ايه؟ معمول له مسح، مش موجود اصلا. تمام؟ فممكن ان انا كريته تاني نانو test2.php. تمام؟ واقول له بقى ان هو php echo test me. تمام؟ control x yes. اوكي اقول له get add test2.php get status، يعني في new file اسمه test2.php. طبعا كل الحاجات اللي احنا عملناها في النص دي خلاص مسحت، خلاص انا رجعت على الايه؟ رجعت على الكوميت، رجعت على الكوميت اللي اسمه first commit اللي هو كان فيه فايل واحد بس بدل الفايلين. تمام؟ طيب بعد كده بقول له get commit، بعد كده بقول له get commit المسج، اقول له adding test to file. اوكي تمام؟ فكروت بقى اتعمل ايه؟ اتعمل كوميت جديد، عشان دلوقتي قلت له جيت لوج
هيقول لي فيه 2 commits، واحد اسمه first commit واحد اسمه adding test to file. تمام. طيب انا بقى روحت على test 1 نانو test to php وعملت حاجات تانية وحاجات كتيرة وهكذا وهكذا وهكذا، وضفت كل الحاجات ده في ملف test 1، وفي نفس الوقت قلت له get add، قلت له هات get add، او ما قلتلوش حتى get add، مش لازم اقول له get add. تمام. طيب انا بقى لقيت الدنيا اتعكت، في نفس الوقت ملف test 2 ده انا مش عايزه تاني. تمام. فعايز ارجع لكوميت معين، ده هو عايز ارجع لفيرست كوميت. انا لو جيت وقلت له ان هات ان انا عايز ارجع ليه، لو قلت له reset hard على طول، انا هنا هات بقى عايز ارجع ليه، عايز ارجع للفيرست كوميت، في ان هات اخر كوميت ده موجود ايه اللي هو ده اللي هو adding test 2. لو انا جيت نقول قلت له get reset hard بس، تمام، هيرجعني لايه، لاخر كوميت موجود. عشان كده لو قلت له get log، قصدي لو قلت له ls هيقول ايه test 2 و test 1، ولو فتحت التست يعني test dot php، تمام، هلاقي ان مفيش التغييرات اللي انا عملتها كتيرة نهاية. طيب انا بقى مش عايز ارجع لاخر ايه، انا مش عايز ارجع لاخر كوميت. تمام. تعالوا مثلا نشوف تيست، نعمل ملف جديد اسمه نانو تيست 3.js. طبعا عشان تفهم الجيت مش تبع لغه برمجه معينه، اي كود اي لغه برمجه انت هتشتغل معاه مع الجيت. تمام. فاقول له مثلا هنا هوت، اقول له ايه مثلا، اقول له كونسول لوج سوري هلو، هلو كونسول هلو وورلد. تمام. كنترول اكس يس. تمام. جيت اد دوت جيت كوميت. طبعا انت مش كل شويه لازم تشوف الايه جيت ستيتس، انت كده عارف اللي اتضاف وايه اللي ما اتضافش. تمام. ادينج جي اس 5. تمام. طبعا عملنا ايه، عملنا كوميت جديد له جيت لوج، فقال في 3 كوميتس اللي احنا عملناهم بالترتيب. طيب انا بقى الدنيا انا اتعكد، قلت له مثلا في التست دوت بي اتش بي، وبرده عملت حاجات تغييرات من هوت كتيره. تمام. وكنترول اكس يس، وجيت في نهايه في نانو تست 2 دوت بي اتش بي، وجيت في نهايه برده عملت تغييرات كتير في الكود. تمام. وانا بقى عايز ارجع اقول له ايه جيت ريسيت، عايز ارجع لاخر كوميت، كانت الدنيا فيه حلوه او مفيش بجات. تمام. فاقول له ايه، فلو قلت له جيت ريسيت هارد، تمام، هيرجعني لاخر ستيج، هيرجعني لاخر هيرجعني لاخر كوميت. طب انا عايز ارجع لكوميت معين، اعمل ايه؟ اقول له بقى جيت ريسيت هارد والاي دي بتاع الكوميت اللي هو ده. تمام. اللي هو مثلا اسمه، خلينا نبدا اهو، اللي هو ايه adding php file control copy. تمام. لو قلت له بقى get، لو قلت له get log، يقول لي ملفين بس، sorry. تمام. فقال لي ان هو دي 2 بس، اللي هم ايه ال first commit وال adding test 2 file وال قبلي مش موجود، اخر واحد مش موجود. لو قلت له ls هلاقي في ملفين بس، التست 2 والتست دوت php، اللي هما ملف ال js اللي انا عملته اتمسح اصلا عشان خاطر الكوميت اللي هو بيكريت الملف دوت ايه اتمسح، وانا عملت reset للهيد للكوميت التاني. تمام. كده باختصار شديد ازاي ان انت تعمل كوميت، ازاي ان انت تضيف كوميت، وازاي ان انت في نفس الوقت ترجع لكوميت معين او ترجع لايه للاخر كوميت معمول على اللوكال ريبوزيتوري. كده احنا خلصنا الفيديو دوت. اي اسئله او استفسارات او تعليقات انا موجود على السوشيال ميديا، واتمنى منكم شير لي الفيديوهات دهيت وسبسكرايب على اليوتيوب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.